السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد محاضره جديده بعنوان جاوسيان اليمينيشن. اول حاجه نبدا نشوفها نعرف ايه المحتويات اللي احنا نبدا ندرسها في الجزء ده. عندنا اول حاجه نبدا نتعرف عليها ايه جاوسيان اليمينيشن، تاني حاجه هناخد حاجه اسمها ايه اليو ديكومبوزيشن، تالت حاجه هنعرف ازاي نحسب حاجه اسمها ديترمينيت، بعد كده هنحسب ازاي نعرف نحسب الماتريكس انفرس. تمام كده؟ طيب نيجي اول حاجه نبدا نتكلم عنها اللي هي جاوسيان اليمينيشن. جاوسيان اليمينيشن طبعا هو في كتير من التطبيقات اللي بتستخدم الجاوسيان اليمينيشن. تمام كده؟ طيب هو نظام الجاوسيان اليمينيشن احنا بنستخدمه في ايه؟ هو احنا بنستخدم نظام الجاوسيان اليمينيشن عشان نحل بيه مجموعه من المعادلات ونطلع بيه قيم القيم المجهوله. تمام كده؟ سواء مثلا يكون عندي اربع معادلات خمس معادلات نقدر نطلع المجاهيل بتاعتها بطريقه سهله نتعرف عليها. احنا كنا طبيعي لما نيجي نشتغل على معادلتين فيها متغيرين بس سواء اكس واحد واكس اتنين، فسهل ان انا اقدر اطلع قيمة اكس واحد واكس اتنين عن طريق ان انت ممكن تاخد معادلة من الاتنين تضرب معادلة في رقم معين وبعد كده تستخدم عملية طرح او جمع. تمام كده؟ فتلاقي عندك جزء طار من الاتنين الثوابت اللي اكس واحد او اكس اتنين، وبيبقى عندك متغير واحد بس، فبسهولة تقدر تقول ان القيمة التانية بتساوي قيمة الحد الثابت على اللي هيفضل منه. ده كنت بسهولة تعمله. طب لو انت عندك دلوقتي اكتر من معادلة عايزين تحسب قيمة اكس واحد واكس اتنين لحد قيمة اكس ان، نبدأ نعمل ايه؟ ده نظام السيستم اللي بيجي لي اللي هو مجموعة من المعادلات بالشكل ده. طيب انا ببدأ اخد المعادلات او السيستم اللي جالي ده انا ببدأ احوله واشتغل على حاجة اسمها ماتريكس، اشتغل على مصفوفات. تمام كده؟ طب ابدأ اعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه ده السيستم اللي انا كنت شغال عليه، ببدا باخد السيستم ده احوله لنظام بالشكل ده، احوله لجزء تاني. طب الجزء التاني اللي هيتحول ده لازم يكون عندي كل الجزء اللي تحت ده كله يكون الابيض ده كله بصفار. تمام كده يا جماعه؟ طيب لازم يكون عندك هنا مثلث صفري. المثلث الصفري اللي انت هتنشئه هيؤدي الى ان قيمه اي داش ان ان اكس ان بتساوي بي داش ان، اقدر من خلال اطلع قيمه اكس ان. تمام كده؟ عن طريق ان انا اقول اكس ان بتساوي بي داش ان على اي داش ان ان، ومن خلالها اعمل حاجه اسمها باك تراكنج، ارجع بالخلف واعوض واطلع قيمه اكس ان ناقص واحد. وبعد ما اطلع قيمه اكس بمعلومه اكس ان، طبعا اكس ان هكون عرفناها، فبسهوله ارجع اقدر اطلع قيمه اكس ان ناقص واحد. بعد كده اعمل باك تراكنج تاني واطلع القيمه اللي بعديها، وهكذا لحد ما في الاخر خالص اقدر اطلع قيمه اكس واحد. طيب انا مجموعه السيستم اللي جات لي دي او مجموعه المعادلات اللي جات لي دي ابدا اكتبها في صوره ماتريكس. تتكتب ازاي؟ تتكتب اي اكس بتساوي البي. الاي يا جماعه دي ماتريكس مصفوفه. تمام كده؟ والاكس دي عباره عن مصفوفه. تمام كده؟ بس بيتحط فيها كل قيم الثوابت اللي موجوده عندي. تمام كده؟ او وبالنسبه للبي كل قيم اللي هي المتغيرات اللي هي اللي بره. معلش، بالنسبه للبي كل قيم الثوابت اللي هي موجوده عندي بره. طبعا المصفوفه او الشكل المعادله ده انا بحوله لشكل تاني اللي هو اي داش اكس بي داش. طبعا الاكس دي هي ثابته هنا اكس وهنا اكس هي الاثنين واحد. تمام كده؟ بس قيمه الاي والاي داش هي اللي بتتغير بناء على الحاجات اللي انا بقدر ادخلها على المصفوفه، سواء اوبشن جديده سواء عمليات طرح جمع ضرب، هي دي اللي بتبدا تتغير لي في قيمه الاي. طبعا طبيعي هتتغير مع قيمه البي. تمام كده؟ فطبعا بعد ما احول قيمه الاي لمصفوفه وقيمه البي موجوده قدامي وقيمه الاكس موجوده هنا باللون الاحمر، اقدر اقول ان الاي داش الشكل الجديده انتج لي ان ده كله مجموعه من الاصفار. فده كله يا جماعه هيكون عباره عن مثلث كله اصفار تحت. اقدر بسهوله اطلع قيمه اكس ان اللي هي بتساوي بي داش ان على اي داش ان ان. نيجي بعد كده نقدر نعرف ان انا عندي بعض الحاجات اللي نقدر استخدمها في جاوسيان اليمينيشن. اول حاجه ان انا اقدر اعمل اكستشينج تو ايكويشن. يعني ايه؟ اقدر في السيستم اللي موجود قدامي ان انا اقدر ابدل بين المعادله والثانيه، ما تفرقش حاجه، مش مهم عندي الترتيب. انا عندي معادله رقم واحد واثنين وثلاثه، ممكن اقدر اعمل تبديل بين اثنين وثلاثه مفيش مشكله، او اعمل تبديل بين اثنين بين ثلاثه وواحد. طب واحد يقول لي هل التبديل ده يفرق في حاجه؟ التبديل ده ممكن يفرق في حاجه، لو انت جيت طرحت معادله اثنين من ثلاثه. تمام كده؟ وخزنتها في المعادله رقم 3 فلقيت ان اول حد وتاني حد اداك صفرين على طول، ففرقت معايا في الحته دي. تمام كده؟ طيب
بعد كده انا ممكن استبدل الخطوه بعد كده، انا ممكن استبدل المعادله بمضاعفاتها اللي هي غير الصفريه. ممكن مثلا معادله تكون موجوده عندي، ابدا اضاعفها تمام كده بالقيم اللي انا عايزها بس ما تكونش صفر. ممكن برضو استخدم حاجه تانية، ان انا بستخدم عمليه الجمع او الطرح في المعادلات الموجوده قدامي تمام كده، او استخدم اللي هي المضاعفات من معادله لمعادله اخرى تمام كده يا جماعه. طيب نبدا بقى كده نشوف مثال، ونبدا نشوف المثال احنا بننفذه ازاي. اول مثال عندي بيقول لي حل السيستم الموجود قدامك ده، هو بيديني 3 معادلات دول باستخدام حاجه اسمها جاوسن اليمينيشن تمام كده. طيب يقول لي 2x1 ناقص x2 زائد x3 يساوي 1، 4x1 زائد x2 ناقص x3 يساوي 5، x1 زائد x2 زائد x3 بتساوي 0 تمام كده. فطبيعي انا لازم ابدا احول السيستم اللي موجود قدامي ده على الطريقه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها. الطريقه اللي احنا بنبدا نشتغل عليها قلنا اللي هي ax بتساوي b، فطبعا كل قيم دي اول جزء في المصفوفه اللي هو ده، دي قيمه ال a. باخد كل الحدود اللي عندي اللي هي 2 سالب 1 1 احطهم هنا، 4 1 سالب 1 احطه في الصف الثاني، 1 1 1 احطه في الصف الثالث، واخد كل القيم اللي موجوده عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 احطه هنا في الصف اللي بعديه تمام كده، بتساوي 1 5 0 اللي موجوده قدامي. طبعا واحد يقول لي طب هل اكس 1 واكس 2 واكس 3 لازم يكونوا بالترتيب؟ اقول لك اه طبعا لازم يكونوا بالترتيب، لان ببساطه خالص لو انت مسكت الصف الاولاني ده ضربته في العمود الاول ده هيطلع لي 2 اكس 1 ناقص اكس 2 زائد اكس 3. لو انت غيرت فطبيعي انت غيرت في قيم قيم السيستم اللي هو مدرب اصلا، غيرت في نظامه، فهيطلع لك حاجات تانية غير اللي انت هتحسبها او غير اللي موجوده قدامك تمام كده. طيب ممكن واحد يبدل في السيستم، اه ممكن تبدل في السيستم عادي، ممكن مثلا على سبيل المثال مثلا تخلي المعادله دي رقم 3 ودي رقم 1 مش هتفرق في حاجه، بس اهم حاجه تاخد اللي انت ترتيب المعادله اللي انت حاطه كده كده هيطلع لك معاك نفس الناتج في الاخر وتحطه بالترتيب اللي انت عايزه. طيب اول حاجه انا ابدا اعمل ايه؟ انا عايز اخلي الاربعه دي صفر والواحد ده صفر تمام كده. فببدا اعمل ايه؟ ببدا اخد المعادله رقم 2 او السيستم الثاني تمام كده، وابدا اشوف الايكويشن المعادله الاولى دي ايه اللي لو عملته في المعادله الاولى دي وطرحت من ده او جمعت من ده تمام كده يطلع لي ان ده صفر. فيجي هنا عندي ان انا بتاخد الاربعه دي وتقسمها على الاثنين دي تمام كده، فيطلع لي ان الفرق ان هو 2. فاقعد اقول ببساطه يبقى 4 على 2 في 2 تمام كده، فيطلع لي بكام؟ 2. اقدر اقول 2 في 2 ب 4 تبقى هنا سالب 1 في 2 ب 2 وهنا دي تبقى 2، وابدا استخدم عمليه الطرح تمام كده بين المعادله الثانيه والمعادله الاولى، واخزن الناتج فين؟ في المعادله الثانيه تمام كده. بنفس الفكره هاجي هنا لو ضربت برضو هنا في نص او في سالب نص تمام كده، في واحد يقول لك انا هضرب في سالب نص قول له براحتك وهجمع، في واحد يقول لك انا هضرب في نص واطرح مش هتفرق، اللي انت تشتغل عليه صح تمام كده. اهم حاجه ان انت بتيجي في الاخر بتوصل ان ده بيكون صفر وده بيكون صفر تمام كده. طيب يبقى اضرب هنا في نص، بعد ما اضرب ده كله في نص ابدا اطرح بين ده وده. يبقى انا هنا اول خطوه هعملها ضربت 4 على 2 في المعادله رقم 1 وقلت المعادله رقم الصف الثاني هطرحهم من ده، والصف الثالث قلت ان هو بيساوي الصف الثالث ناقص نص في الصف الاول. بعد ما اخلص الجزء ده تمام هيبدا يطلع عندي المعادله بالشكل ده 2 ناقص 1 1. طبعا الصف الثاني اتغير بقى قيمته 0 3 سالب 3، بعد كده الصف الثالث اتغير بقى قيمته 0 1 ونص نص تمام كده. وطبعا لما بتضرب قيم الثوابت بتتغير اللي هو 1 و3 اللي هي 1 و3 وسالب نص ما كانوش كده تمام كده، هو كان 1 و5 و0. فانت طبيعي لما ضربت هنا في 2 وجيت تطرح فدي كمان بقت ب2، فانت لو طرحت دي من دي فدي طبعا لازم تطرح معاها، فطبيعي لو دي بقت 2 وطرحتها وقلت 5 ناقص 2 هتطلع ب3، هو ده اللي فعلا حصل وتلاقيها عندك هنا ب3 وهكذا. نيجي بعد كده انا خليت ده صفر وده صفر، عايز اخلي الواحد ونص ده كمان برضو صفر. فابدا في اللحظه دي ابدا اعمل ايه؟ عشان تبدا تخلي الواحد ونص ده صفر تمام كده، ففي اللحظه دي ما ينفعش ان انا اقول هضرب في الصف الاول واطرح من تاني. انت لو ضربت في الصف الاول وطرحت من تاني طبيعي اي حاجه هنا ناقص الصفر او زائد الصفر هتطلع بالحاجه، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. في اللحظه دي ابدا استخدم المعادله
التالتة مع المعادلة التانية، فأقدر أقول بسهولة عشان أخلي دي وأطرح دي من دي يبقى هتقسم، يبقى أضرب دي في نص يبقى تلاتة في نص هتطلع واحد ونص، وأطرح دي من دي يبقى دي ناقص دي هتطلع بصفر، ودي أول حاجة. وأما دي سالب تلاتة في نص هيطلع سالب واحد ونص لما أجمعه على ده، تمام، هتطلع اتنين. خلاص ماشي كده. وبعد كده دي نص، وهنا سالب نص هيطلع بسالب اتنين. اقدر من خلالها استخدم حاجه اسمها الباك سبستيتيوشن او الباك تراكنج، تمام كده، ان انت تاخد اخر حاجه انت وصلت لها 2 اكس 3 بتساوي ماينس 2، اقدر من خلالها اقسم واطلع ان اكس 3 بتساوي سالب 1، ابدا ارجع تاني هنا اعوض. خلاص انا كده يا جماعه في المعادله اللي موجوده قدامي دي 3 اكس 2 ناقص 3 اكس 3 تمام بتساوي 3، واكس 3 اصلا احنا طلعناه بسالب 1، اقدر اعوض يبقى دي 3 اكس 2 تمام كده بتساوي 3 زائد، اودي دي الناحيه الثانيه تبقى زائد 3 في سالب 1 يطلع بكام؟ اكس 2 بصفر. بعد كده اجي هنا اخر معادله اللي هي 2 اكس 1 ناقص اكس 2 زائد اكس 3 بتساوي سالب بتساوي 1 تمام كده. واقدر بعد كده اقول ان انا عشان اطلع دي بقول 2 اكس 1 هتساوي 1 زائد كوبت اكس 2 بصفر اكس 3 بسالب 1 تمام كده. فلما تروح هناك دي تبقى بسالب اكس 3 وهنا سالب يطلع بواحد، واحد زائد واحد تمام كده، هتؤدي الى ان اكس 1 هنا دي هتطلع ب2 وليس بواحد تمام كده. هقدر بس اعدل الحته دي وارجع لكم تاني. خلاص مش كده، دي فيها غلطه يا جماعه، دي لا لا معلش دي مظبوطه صح، هتطلع بواحد. واحد ليه يا جماعه؟ لان واحد زائد واحد باتنين، وهنا اصلا في اتنين اكس واحد، فاكس طبعا المفروض تبقى في الاخر اتنين اكس واحد بتساوي اتنين، يبقى اكس واحد بتساوي واحد. لا دي صح كده مظبوطه، ما فيهاش فيها غلطه ولا حاجه تمام كده. طيب نيجي بعد كده، ده بالنسبه للجاوسين اليمينيشن. طيب نيجي ممكن ناخد طريقه تانيه ان احنا برضو ممكن نحل المعادلات دي، الطريقه اسمها اليو دي كومبوزيشن. اليو دي كومبوزيشن انا بعمل ايه؟ انا بيجي لي السيستم موجود قدامي بالشكل ده، ببدا برضو احول السيستم على صوره الماتريكس بتاعتي اللي هي ايه اكس بتساوي البي تمام كده. طيب الاي موجوده خلاص عرفناها في الجاوس الاليمينيشن وطلعها ازاي، والاكس اللي هي قيمه اكس 1 واكس 2 واكس 3، والبي اللي هي قيم العناصر دي وطلعناها خلاص ما فيش مشكله. تمام كده يا جماعه. لاحظ بس هنا في حاجه مش مظبوطه يا جماعه، ان هي دي سالب 1 وهنا سالب 3، هي سالب 1 دي هي كتبت غلط، هي المفروض تبقى سالب 3. هرجع اعدلها وارجع لكم تاني. تمام كده يا جماعه، انا عدلتها فبقت سالب 3 وفضلت زي ما هي سالب 3 تمام كده. طيب الطريقه دي لما باجي استخدمها انا طبعا بحل المعادلات اللي موجوده قدامي بس بطريقه معينه اسمها اللي دي كومبوزيشن، تختلف عن الطريقه الاولى اللي هي جاوسن اليمينيشن عشان اطلع كام ثابت اكس 1 واكس 2 واكس 3 تمام كده. طيب نبدا نشوف ازاي احنا نحل الطريقه اللي قدامي دي. اول حاجه انا بقول ان ال يو بتساوي ايه. طب ايه هي ال؟ ال دي يا جماعه اللي هي اللور تريانجل ماتريكس، اللي هي اللور تريانجل اللي هو بيكون فيها الدياجونال بتاعي كله بواحد تمام كده، وفوق كله بصفار، وفي هنا حاجه اسمها ال 2 1 وال 3 1 وال 3 2. طب ايه ال دي؟ دي لسه هنبدا نطلعهم ونعرفهم. طب اليو، اليو اللي هو الابر تريانجل ماتريكس تمام كده، اللي هو بيكون عندي كل المصفوفه اللي تحت دي كلها بصفار، مثلث تحت كله بصفار، وهنا بيكون عندي فيه قيم مجهوله لسه ما اعرفهاش. طيب احنا بنقول ان ال يو دي بتساوي الاي، فانت طبعا الماتريكس اللي عندك اللي هي موجوده عندي خلاص هي بتساوي الجزء اللي انت قسمته اللي هي اللور في الابر تمام كده. طيب كل قيم المتغيرات اللي موجوده الثوابت دي هيطلع لها قيمه من قيمه الماتريكس اللي موجوده قدامي تمام كده يا جماعه، دي قيمه الماتريكس اللي موجوده عندي هيطلع لها قيم. طيب ابدا بعمل ايه؟ اول حاجه ال اضربها في اليو، اضرب قيمه ال في اليو تمام كده. اول ما تضرب قيمه ال في اليو تمام كده وبتساويها بقيمه الاي، خلاص شوف ايه اللي هيحصل معايا. بعد ما عملت عمليه الضرب تمام كده، ضربت المصفوفتين في بعض زي جزء احنا خدناه قبل كده في محاضره شرحناها ازاي نضرب مصفوفتين في بعض، مفيش مشكله في الضرب خالص، هيطلع عندي بالشكل ده. فاقدر من خلال الجزء اللي طلع ده اقدر اقول
ماشي، ان انا لو سويت ان اليو واحد واحد باول حد، يبقى انا عندي في اللحظه دي نيو واحد واحد بتساوي واحد، يو واحد اتنين تساوي واحد، يو واحد تلاته برضو بتساوي واحد، واقدر من خلال دي يو واحد واحد معلومه عندي بواحد، اقدر اطلع ال اتنين واحد بتساوي اتنين، تمام كده خلاص، وهكذا اقدر اطلع كل الثوابت دي، تمام كده. وقعد لما اطلع كل الثوابت اللي موجوده قدامي اقدر عرفت قيمه ال ال وقيمه اليو، خلاص يبقى انا في اللحظه دي قدرت اعرف قيمه ال ال اللي موجوده قدامي وقيمه اليو، مفيش فيهم مشكله قدامي خالص، تمام كده. طيب هنيجي نقول احنا قلنا ان ال a x بتساوي ال b، تمام كده. طيب احنا لو عوضنا من المعادله رقم واحد والمعادله رقم اتنين اللي احنا كنا فرضناها قبل كده، تمام كده، في بعض، نقدر ننتج معادله جديده ان ال u x بتساوي ال b. لو خدنا فرض صغير ان اليو اكس دي يا جماعه سميناها واي، منها نقدر نقول ان ال ال واي بتساوي البي، تمام كده. طيب يعني ايه اهو، انا دي يا جماعه خدت ان اليو اكس دي وسميتها واي، اقدر اشيلها واحط مكانها ايه واي، يبقى انا قدرت في اللحظه دي اقول ان اليو اكس بتساوي واي، يبقى ان ال ال واي بتساوي البي. لو انت بصيت هنا قيمه ال ال هتبقى ليها قيم معلومه عندي وقيمه البي معلومه، اقدر من خلالها اطلع قيم الواي كلها. طيب بعد كده ارجع تاني احط قيم الواي هنا وقيمه اليو معلومه، اقدر اطلع قيمه الاكس، تمام كده يا جماعه. يبقى هنا في اللحظه دي في الفرض اللي انا فرضته قدامي ان يو واكس، تمام كده، يو معلومه بس اكس مش معلومه، هنا ان الواي لسه مش معلومه فمش هقدر اطلع لها قيمه. طيب ففي اللحظه دي انا فرضت عشان اسهل عمليه الضرب، ما اضربش كذا معادله في معادله، تمام كده. فاقدر اقول نبدا نحسب بقى، اول حاجه نبدا نشوف نخش على دي اول كويشن دي ليه ال واي بتساوي البي، ونبدا نحسب الجزء الاولاني بتاعها ال واي بتساوي البي. طبعا ال دي كانت ال ودي كانت قيم الواي، واي 1 واي 2 واي 3، ودي قيم البي اللي موجوده عندي. اجي هنا اعوض في قيم ال اللي احنا طلعناها، تمام كده، ودي قيم الواي 1 واي 2 واي 3، ودي القيم بتاعت البي، اقدر من خلالها هنا ان واي 1 هقول على طول بتساوي 3 لان دي كله بصفار، وهنا واي 2 واي 1 زائد واي 2 بتساوي مثلا 16، اقدر بالصوره اطلع الناتج بتاعي، تمام كده، واطلع قيمه واي 3. يبقى انا قدرت اطلع قيمه واي 1 واي 2 واي 3، ارجع اعوض بيهم، تمام كده. وبعد كده اقدر اقول من العلاقه ان يو اكس بتساوي الواي، الواي طلعناها خلاص، تمام كده، واليو موجوده عندي، اقدر اطلع بالصوره قيمه اكس، تمام كده، ان انا عن طريق ان انا اكس 3 بتساوي ده، اقدر اقول ان اكس 3 بتساوي كذا، واعمل باك تراكنج او باك سبستيوشن، وارجع اعوض اللي بعد قبليها وهكذا لحد ما اطلع قيمه اكس 1. طب نرجع بس نسأل سؤال، واحد يقول لي طب انا ما ينفعش من الاول اقول ان ال يو اكس بتساوي البي واحط هنا واعوض واقول ان الاكس واطلع قيمه البي؟ هقول له ممكن تعملها، بس هتقابلك مشكله ان انا مش هكون عندي في حاجات فيها اصفار، فالحاجات اللي ما فيهاش فيها اصفار اطلع قيمها ازاي؟ انا عندي كلها قيم ثابته، فرجعنا تاني لحاجه اسمها جاوسن اليمينيشن، عشان لازم اعمل حاجه اسمها اصفر ارقام وارجع تاني اطلع القيم اللي عندي. طب هنا في اللحظه دي انا مش محتاج بقى انت تصفر ارقام دلوقتي، انا دلوقتي عندي ان اليو والال فيهم اصفار جاهزه، كل واحد ده سواء مثلث فوق او مثلث تحت، تمام كده، فانا اقدر بسهوله ان انا لما اعرف الاصفار دي اقدر بسهوله ان انا اطلع قيم الثوابت بتاعتي، ان انت عن طريق لو فرضت ان اليو اكس دي بتساوي واي، تمام كده خلاص، فانت عندك طبيعي ان ال وفي الواي بتساوي البي، هنطلع قيم الواي اللي موجوده عندي عن طريق استخدام ان ال فيها مجموعه من الاصفار زي ما احنا عملنا في الجزء ده، ماشي كده، وشرحنا، فدي بسهوله اقدر اطلع قيمه واي 1 واي 2 واي 3 بكل سهوله، تمام كده. طيب بعد كده لما بنخلص ارجع اعوض تاني في المعادله اللي هي بتقول ان اليو اكس اللي انا فرضتها بتساوي واي، تمام كده، خلاص الواي اتعرفت طلعتها، واليو عندي معلومه بقيم الثوابت اللي طلعتها كلها، اقدر اطلع باستخدام الضرب او باستخدام ان ماينس 10 3 اكس 3 بتساوي سالب 37 على 3، تمام كده، واقدر من خلالها اقول ان اكس 3 بتساوي 3 و7 من 10، خلاص مش كده يا جماعه، وهكذا اقدر اعمل باك سبستيوشن واطلع قيمه اكس 2 واطلع قيمه اكس 1، تمام كده يا جماعه خلاص. طيب في الجزء الجاي ان شاء الله هنبدا نعرف حاجه اسمها الديترمينيت، ازاي نحسب الديترمينيت وازاي نعرف الماتريكس انفرس، تمام كده. طيب نشكركم في الجزء ده،
واي حد عنده اي استفسار ولا حاجه ممكن يبعت ويسال على الجزء اللي هو عايزه او مش فاهمه. تمام كده وشكرا.